السلام عليكم. تلاوة من آية القرآن الكريم، يتفضل لإلقائها مأجورا جابر نافع حقين سويح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هنا ومن قصر الشيخ حميدي عزيل الياور، نحن شيوخ ورؤساء ووجهاء وأبناء قبيلة شمر، أجمعنا بعد التوكل على الله أن نختار الشيخ عبد الله حميدي عزيل الياور شيخ مشايخ شمر خلفا لعمه المرحوم بإذن الله الشيخ محسن عزيل الياور، وذلك لما قدمه الشيخ عبد الله الياور طيلة 14 سنة من قيادة حكيمة للحفاظ على أمن وكرامة وجناء قبيلة شمر ومحاربة الإرهاب والفكر التكفير المتطرف ودفاعه عن حقوق المظلومين ومساهمته الكبيرة في تحرير المنطقة من المنظمات الإرهابية منذ عام 2003. وليومنا هذا سائلين الله أن يعينه على حمل هذه الأمانة، ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ القصيدة أبارك الشيخ مشايخ شمر عبد الله حميد العجيل الياور على تسليم هذا المقام، وهو كفو بهالمكان هذا، وإن شاء الله أنه يسد. أقول تموت الرجال ولا تموت أفعالا، تبقى مدارس حافلة لأجيالا، تبقى على صدر الليالي بصمة، ما كل من يبقى يطوله ضالة. الشيخ محسن مات لكن عايش، تاريخه الشامخ يضاه جباله، فيها الكرم والمرجلة والشيمة، ذيب الطناية عز منه جالة. كم واحد من الموت فكر قبته، وكم واحد عنها المؤبد شالة. كم واحد من الموت فكر قبته، وكم واحد عنها المؤبد شالة. الكايدة يبرك لها ويشيلة، كم عقدة عسرة يفك حبالة، لكن بعد موته عوضنا فيكم انتم خلف وخلفته وعياله. انتم ذرانا بالنهار الاسود، وحنا ذراكم لا حصل بهقالة. عبد الله وفيصل عجيل وشمر نعم الشيوخ اللي يظل ظلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أعمل بكل جهد وإخلاص للحفاظ
على أمن وكرامة ودماء أبناء قبائل شمر، وأنا أكون أخا للجميع، وأنا أكون ابن للكبير وأخ للصغير ووالد للطفل، وأن أعمل على مصالحهم العليا، وأن أحافظ بكل ما أوتيت من فضل الله تعالى على وحدتهم وعلى مستقبلهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو يجيكم نسأل الجميع عليكم. استريحوا يا شباب. واحد احب اهني الشيخ عبد الله ميد عدي الاور مشيخ الشمر، ونبارك له ونؤيده ونحن معه، واشكر اذا القناه الموصليه الذي هي للجميع ليس لشخص، للجميع. وأشكر الموصلية بغيت رأسها كلهم مصورين وكامل أهل الكاميرا كلهم أشكرهم. باسمي وباسم قبيلة شمر وخاصة عبدة نبارك ونهني للشيخ عبد الله حميد الياور اللي منصبه شيخ مشايخ شمر عامة. باسمي وباسم قبيلة عبدة ولحية خاصة نبارك للشيخ عبد الله حميد عجل الياور ونبايعه على السمع والطاعة وألف مبروك. الموصل حياة الموصلية. الموصلية هي الأولى في الحدث في نينوى، وأثبتت وجودها، وحضوركم اليوم في هذه المناسبة هو مو غريب عليكم. نشكر قناة الموصلية. بإذن الله قبيلة شمر هي عامل للسلم والأمان في نينوى والعراق، وستكون إن شاء الله صمام الأمان للبلد والوحدة، وحدة العراق وأمن العراق وسلام جميع العراقيين. أبناء قبيلة شمر ينتشرون في جميع أنحاء العراق من الشمال للجنوب، وإن شاء الله راح تكون لنا وقفات في جميع المحافظات العراقية. ونينوى هم دائما شلناه من 2003 وسنحمله إلى النهاية. أبناء قبيلة شمر حرروا مناطقهم بفضل الله تعالى وبالتعاون مع أخوانهم البيشمرقة في ربيعه، وهذا فعل الرجال، وإن شاء الله الأمن والأمان راح يكون على عاتقنا بإذن الله لحماية وأمن وسلم في العراق إن شاء الله. نعم يا شيخ، عفوا، ما هو رسالتك إلى جميع قبيلة شمر في داخل العراق وخارجه؟ نعم، أبناء قبيلة شمر يجب أن يكونوا كما هم، هم أعداء للإرهاب وهم صمام الأمان في بلادهم، وهم لوحدة بلادهم، كلهم في بلده وفي العراق. لا خلاف بين العراقيين لو كانوا مثل قبيلة شمر، فلا خلاف عندنا بين سني وشيعي ولا عربي وكردي، خلافنا بين ظالم ومظلوم فقط، إنما لا يوجد أي خلافات، وسنسعى لحل جميع الخلافات إن شاء الله قدر أمكاننا. شكرا لكم.